السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني. يوم جديد وفيديو جديد، أتمنى ينال على إعجابكم. صلوا على النبي. هذا الكتنة الصغيرة صدفة، وأنا ماشي في الحي هنا بسمع صوت وجيت ولقيت هذه الوحدة هنا. الله يعطي العافية، واحد من أصحاب المحلات هنا قال لي إنه بيهتم فيها يعني على قد ما يقدر موية، مع إنه ما أدري إذا هي تقدر أصلا تشرب منها ولا لا في العمر ده أو لا، وهي في العمر ده أصلا ما تحتاج غير الحليب، تحتاج أم. مشكلة إنها مليانة حشرات وما هي بعمر عيال توفي، لا بخليها ترضع معاهم، بس حتعديهم بحشرات، حتعديهم ممكن ما تتقبلها يعني. فقال لي انه ما يقدر يهتم فيها على طول يعني، وقت ما يداوم وبعد كذا يروح على بيته خلاص. حتى ما قصر، اشتري لها حليب سرنجة بيشربها فيها، يعني الرجال بيسوي اللي يقدر عليه. ما ادري من حط طلع الاشياء هذه، بس بساس الشارع لهم الله، دائما لهم الله ولهم اهل الخير، ما هم دلعين، بياكلوا بيشربوا اي حاجة وما شاء الله تبارك الله بيكملوا ما شاء الله. فانا بعد تفكير كثير ما قدرت اسيبها والله، فراح اشيلها عندي في الحوش، ما حقدر ادخلها البيت. باخذ لها بطانية وبحطها في صندوق صغير حق التنقل حق البساس، وبخليها في الحوش، وكل 3 ساعات ساعتين بنزل اعطيها 3 سنتي هذه او 3 سنتي ونص حليب، وان شاء الله انها تكمل معانا. يعني اذا صارت بعمر 4 شهور 5 شهور قدرنا نحطها في الملجأ، قدرنا ما قدرنا راح انزلها للشارع مرة ثانية. ما ابغى ادخلها البيت اعودها على البيت وانا ما عارف او ما متأكد اني حجلسها في البيت. يا قلبي خلونا ناخذها بسم الله، نشوفكم في الحوش بإذن الله، حوش البيت. تبارك الله، هاي عند الباب في البيت ما شاء الله تبارك الله. راح أخليها عندي قدر ما أقدر، وربي يعيني عليها يا رب، لأن الصغار صعب تربيتهم، ظلم اهتمام وانتظام في مواعيد شرب الحليب. ما شاء الله خلاص تعود. ربي يحفظها يا رب. دعواتكم له ولا لها دي؟ هذا ذكر. دعواتكم له انه يكمل ويعيش بصحة وعافية. طبعا ما راح اسقيه غير الحليب، تقريبا عمره شهر او اقل، يعني عيال توفي اكبر منه يمكن باسبوع حاجة كذا، ما اقدر احكم لانه صحته ضعيفة اصلا، ما هو زي عيال توفي، بس ما شاء الله في انتفاخ في المعدة، في صحة، ما هو ناشف. لما ندخل البيت يصيح والله ازعاج صراحة. بس الله يصبرنا ويكتب لنا الاجر وياكم يا رب. يلا بكذا حبايبي استودعكم الله، وراح اطمنكم عليه كل فترة وفترة، اصور لكم عنه فيديو، ولا تنسونا من الدعم واللايك والاشتراك. في امان الله.